سجلت مصالح فرقة الشرطة القضائية خلال سنة 2023 376,417 قضية. القضايا التي عالجتها مصالح الشرطة القضائية هي 291,249، أي نسبة المعالجة قدرت ب 77.37%. مجال مكافحة الإتجار غير مشروع بالمخدرات. إذا كللت جهود الفرق المختصة للشرطة القضائية عبر كامل الربوع الوطن، تمكنت من الإطاحة بالعديد من شبكات الإجرام، حيث تم تسجيل 129,471 قضية متعلقة بالإتجار غير مشروع بالمخدرات. عدد القضايا المعالجة 129، أكثر من 129,000 قضية. عدد الأشخاص المتورطين بلغ 146,309 مشتبه فيه. الجرائم السيبريانية، القضايا المسجلة خلال سنة 2023 5,136 قضية، نسبة المعالجة فيها كانت 85% أو أكثر من 85%. الأشخاص المتورطين فيها عددهم 6,146.